أسعد الله صباحكم بكل خير مشاهدينا، أهلا بكم في أولى نشراتنا المحلية لنهر اليوم. يجد الكثير من سكان ولاية البيض صعوبات كبيرة في التأقلم مع السكنات التي تمنح لهم بالعمارات المنجزة مؤخرا بالنظر إلى خصوصياتهم، حيث تعودوا على السكن بأحواش فسيحة أقول يستغلون فيها الفناء والسطح، كما أن شصاعة الولاية وكثرة الجيوب العقارية بها يدفع بالكثير منهم إلى التساؤل عن الجدوى من بناء عمارات بأربع وخمس طوابق. تقرير نور الدين الرحماني. قطعت ولاية البيض أشواطا هامة فيما يتعلق بإنجاز برنامج السكن العمومي الإيجاري، إلا أن السكان المستفيدون من هذه السكنات يجدون صعوبات كبيرة في التأقلم معها، خاصة فيما يتعلق بطريقة إنجازها على شكل عمارات بطوابق عديدة بالنظر إلى خصوصيات السكان والمنطقة. احنا عندنا الوسع في البيض والمساحة كبيرة، وقع أيهم يديروا لنا في هذا الكاطر يام ولا السانك يام والسيد يام، كون غير دايرين لنا اسانسير ولا حاجة تساعد معليش. عرف التفصيل تاعهم كي داير، كيما حنا نقولوا قفصة زلاميت قل من قفصة زلاميت، وين تسكن فيها؟ افطروا نورمالمون كيما قال اخويا قبيله، قال لك نورمالمون يعطوهم 100 متر ويعطيه الدراهم، قال هاك ابني واش سكنني انا في باطيمه الزيك الزوبيا، ياك راك عارف دوك مع الصيف ودوك يجي الصيف صراحه حاجه. وزير السكن امر القائمين على القطاع بولايه البيض بالاخذ بعين الاعتبار خصوصيات المنطقه وانشغالات السكان في انجاز برامج السكن. احنا ماذا بينا في بعض الاحياء هاد لي لوجمون او بي جي ما نديرش العماره في الشلاله، يتبنون انديفيديوال على حساب نمط المعيشه نتاع المواطن، وهذا علاش انا نقول لو بي جي راهنا المدير العام تاع السكن تاع الوزاره. بالنسبه لهاد المدن الصغيره نتاع البيض احنا مبدئيا قابلين باش السكن يكون فردي، هذا هو. بين توصيات الوزير وانشغالات السكان، يبقى المواطن بولاية البيض يتطلع إلى العيش في سكنات لائقة تستجيب لخصوصياته. في قطاع النقل أقدم ما يناهز 27 ناقلا بخط قرية سيدي أرغيس بأم البواقي على تنظيم وقفة احتجاجية، مطالبين مديرية النقل بالولاية بإعادة النظر في قرار منح رخصة استغلال لناقل جديد، الأمر الذي يسبب لهم بحسبهم اختلالات في تنظيم عملية النقل الجماعي عبر هذا الخط الذي يشهد تزايدا كبيرا في عدد المسافرين ومستعملي الطرق، في وقت سرعت فيه مديرية النقل إلى تسخير حافلات لضمان نقل المواطنين. رشيد مقدم. احتج عدد من الناقلين الخواص على مستوى خط قرية سيدي رغيس أم البواقي بطريقتهم الخاصة، مطالبين الجهات المعنية بالعدول عن قرار إضافة ناقل آخر لاستغلال الخط، حيث وصف هؤلاء قرار مديرية النقل بالقطرة التي أفاضت الكأس. الإضراب هذا درناه السيد، دخلوا معنا المدير وعطانا كلمة باللي يسحب له الوثائق ما سحبهمش، وهنا المطلب نتاعنا الوحيد اليوم يعطينا وثيقه نكوفروا بها رواحنا باش نحلوا علينا المشكل تاع الاضراب هذا. هذا هو المطلب الوحيد نتاعنا. درنا الثقه في الاداره، صح البارح جاوا وطلعوا علينا، بصح اليوم راهنا نهار كامل واحد ما طلع علينا وما حلوا لنا حتى مشكل، نطلبوا يحلوا لنا المشكل هذا في اقرب وقت. هو احتجاج من نوع اخر، سيارات النقل الجماعي ماركون هنا بمنطقه بير جديده لتفادي الفوضى والدخول في مناوشات مع المواطنين المسافرين، الى غايه النظر في مطالبهم. المواطنين ما عندنا حتى مشكل مع مواطنين، هنا ولاة القرية والمواطنين ولاة القرية ما عندنا حتى مشكل معهم، هنا المشكل تاعنا مع مول المرسوداس هذا اللي دخل جديد ومديرية النقل تاعنا. وللرد عن مطالب سائقي وأرباب سيارات النقل الجماعي اتصلنا بالجهة المعنية، لكننا لم نتمكن من لقاء مدير النقل بالولاية نتيجة غيابه لسبب خاص، في حين أفادنا المدير بالنيابة أن ثمة إجراءات ستتخذ لتلبية المطالب، فيما سخرت المديرية حافلات لضمان نقل المواطنين من وإلى قرية سيدي رغيس بأم البواقي. يعيش سكان منطقة بوحمدان في قلمة وسط انعدام للتنمية بكل المعايير، هذه البلدية التي سقط بها أكبر جنرالات فرنسا جون بيير ظلت منسية إلى غاية اليوم على مر عقود مع من الزمن، تعاني العزلة والتهميش بسبب غياب طريق يربطها بالبلديات الأخرى. تقرير فاطمة زهر الشماخ وحسين بومعالية. في المناطق الجبلية بعيدا عن المدينة وعلى بعد 39 كيلومتر أقصى غرب ولاية قلمة،
تقع بلدية بوحمدان بلدية نائية تعرف نقصا كبيرا في المشاريع التنموية وقلة الدعم من الدولة. نقول بعض النقائص اللي تعاني منها بلدية بوحمدان، مثلا اهتراء الطرقات ستعبد بعد مشروع الغاز غاز المدينة، مركز ثقافي منعدم، كاين كيما نقولوا احنا عندنا هنايا طاقات ثقافيه شبانيه وبالتالي بدا تنميه، لانه بدا طريق ما كانش تنميه، ما كانش واحد يقدر يجي لهنا ويقول لك، لكن الناس راه تحتاج الناس اللي يسكنوا في الريف يجيبوا لهم استثمارات. رئيس البلديه السيد عيسى حميدي اكد ان المجلس الشعبي البلدي لبلديه بوحمدان اقترح عده مشاريع رياضيه وثقافيه ناهيك عن استفاده البلديه مستقبلا من مشروع الغاز الطبيعي. ما يسمى بغاز المدينه هو حسب الزيارة أو زيارة السيد الوزير الأول للملك سلال إلى ولاية قلما، وين هنأ بلدية بوهمدان باستفادتها لغاز المدينة. المرافق الثقافية والرياضية بلدية بالنسبة للمراكز الثقافية عددنا برنامج. بلدية بوهمدان ظلت منسية على مر عقود من الزمن، عانت التهميش والعزلة وانتظرت كثيرا للخروج من الأزمة، فهل من حل لفتح آفاق المستقبل؟ في موضوع آخر، نظم قسم اللغة الفرنسية بجامعة عمارت لجيب الأغواط ملتقى حول تمثيل المرأة في الأدب الجزائرية المكتوب بالفرنسية بمشاركة أساتذة وباحثين من مختلف الجامعات ومشاركة وجوه معروفة في الكتابة النسوية. الملتقى أعطى فرصة لطلبة قسم اللغة الفرنسية للاكتساب المعرفي من خلال الكتابات. ميكروفون سعدوي العرجة. Je pense que pour régler le problème de la femme, il faut aussi une volonté sociale, une volonté politique. Mais je pense que la manière dont la littérature pose le problème peut aider la société à faire évoluer dans les faits. Parce que la littérature donne une autre image et ça fait évoluer, je crois, la tête des gens. Donc ça prépare des possibilités de solutions sociales et politiques. في الشأن الاجتماعي، ينتظر الأخوين مصطفى وحميد خطاب وهو معاقين من بلدية سيدي بتيزي وزو، مصابان بمرض وراثي مزمن ينهش عظامهما منذ سنوات عديدة، ينتظران التفاتة المصالح المعنية منذ أزيد من 8 سنوات قصد تمكينهما من إجراء عملية جراحية تعيد البسمة إلى وجههما وتمكنهما من تحقيق حلم حياتهما والمشي على قدميهما. حسن زيزي زار الأخوين خطاب في منزلهما و وعادلنا بالتقرير التالي. يعيش كل من الأخوين مصطفى وحميد خطاب وهما شابين معاقين من قرية زبوج قارة ببلدية سيدي نعمان غرب مدينة تيزي وزو، يعيشان في ظروف بعد إصابتهما بمرض وراثي مزمن ينهش عظامهما منذ سنوات عديدة. دبي الدمير كاتو هنا نجريو وما ملقينا والو، هدري ما براو ما رام يزيدو في زيادة، شفنا كل سبيطار، شفنا سبيطار مصطفى، شفنا سبيطار مايو، شفنا تيزي وزو، شفنا كلش، ما كان أي نتيجة. الحالة الاجتماعية للأخوين خطاب لا تسمح لهما بالقيام بالعملية الجراحية اللازمة لترقيع عظامهما، وهما ينتظران التفات المصالح المعنية إليهما منذ ما يزيد عن 8 سنوات. مساكن الله غالب ما كاش من يخزروا، عائلة ما عندهم، الأم ما كاش، الأب بعيد عليهم، راهم وحدهم، ما كاش اللي يتكفل بهم. مشيت واحد 8 سنين وانا نمشي ما لقيت حتى واحد اللي يقدر يعاوني حتى بشوية، والمرضى ويزيد عندنا غير منحة تاع معاقين هذا مكان، وبابا يخلص شوية بس حد يعاوننا من ذاك برك، ونطلب يتكفلوا بينا هذا ما كان، إلا كان قادرين باش يعاونونا العملية يعاونونا العملية. أما الحميد ومصطفى أن تحن قلوب المسؤولين لحالتهما لتحقيق حلمهما بالوقوف يوما ما على رجليهما، فهل من مغيث؟ احتضن الملعب البلدي بالطرف التصفيات الجهوية الثانية للمسابقة الوطنية الأولى للرياضة المكيفة لمهنة أعوان الحماية المدنية ل17 ولاية شرقية بمشاركة 510 تعاون
وهي النسخة الأولى من نوعها للرياضة المكيفة، وتثمين لاستمرار الجهود المبذولة لأجل تطوير الرياضة بصفة عامة في قطاع الحماية المدنية وانتقاء أحسن الأعوان لتمثيلها في المنافسات الدولية للرياضة المكيفة. محمد بن كموخ والتفاصيل. وهي تجهيز يعني الموارد البشرية للعمل الشاق والعمل الذي يقوم رجل الحماية المدنية حينما يقومه وين يكون يعني دم، يكون فيه نار، يكون فيه هنا نعود يعني هذه الميكانيزمات العملية. بمناسبة إحياء ذكرى عيد العلم، كرمت بلدية ورقلة بدار الثقافة مفدي زكريا مجموعة من المعلمين والأساتذة المتقاعدين، حيث حضر الحفل العديد من المسؤولين والإطارات، وهي مبادرة رفعت الروح المعنوية وفتحت مجال كبير في التحديات للاستمرار في العطاء وتوسيع الفكرة ونشرها لكل من يهمه العلم. عبد العالي بكر يرصد التالية. بالمناسبة من مسألة عيد العلم، نكرموا يعني ثلة من الأساتذة والمعلمين الذين يعني أفنوا أعمارهم من أجل هذا الوطن، وهذا بالحقيقة شيء قليل 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 جدا. احتفال بعيد العلم يعني ارتأت لجنة الثقافة لجنة الحفلات البلدية لأنها تكرم الأساتذة الأسرة التربوية، على ضوء هذه يعني اخترنا أن تكون هنا يكون هناك حفل تكريم لهذو الناس اللي بادروا وقاموا بال يعني نشأوا جيال والشيء اللي رانا وصلنا له حنا بفضلهم، يعني خممنا انه تكون هناك احتفاليه ويكون فيها تكريم هذا الجيل، وان شاء الله تكون في فرص قادمه ثاني تكريمات من هذه النوعيه. وبهذا مشاهدينا نصل الى ختام النشره المحليه، اخبارنا متواصله دون انقطاع، ترقبونا.